انت كمان غلبوك؟ انا كمان غلبوني وانت كمان استغلوك؟ من زمان كتير كنت مفكر حالي بفهم، كنت مفكر اني رجال مثل الصخر. وانا كمان، لو تعرف شو عملت يا ايزيل، شو عملت انا لحتى اخذ اللي بدي اياه. من زمان كنت اقول لحالي انه انا معي حق، انا كنت اقول انه انا عاشق، كنت اقول اني تعرضت للظلم واللي عم بعمله هلا ألعن، بس كلهم بيستاهلوا. أنا دايما بلاقي مخرج وبفرح كتير بحالي، وما حدا بيقدر يمشي قواعده علي، بتصرف تماما مثل الشيطان وبخليهم بالآخر يسامحوني. ما عملت شي غلط، بس عم كذب وهذا ما بينحسب، عم استغل الناس وهذا ما بينعد، عم بعمل أذى كتير بس ما بحسب حالي غلطان. كأنه اللي بيروح منا ما بيرجع. مزبوط شريك؟ مظبوط. ما حدا عنده فرصة تانية يا جنكيز، ما فيك تتجاهل اللي عم يصير. ما في شيء ممكن يتسامح فيه، ما هيك؟ إذا مرة أنت غدرت بحدا؟ أنا ما عاد بدي ألعب شريك، وأنا كمان ما بدي، وما بدي صير زلمته لكنان، وما عاد بدي أأذي حدا مرة تانية، وكمان ما بدي اشتاق لعيشة، وابني اللي بيحبني كتير ما بدي خيب أمله فيني، ما بدي، ما بدي. بتتذكر بالأساس؟ بتتذكر قديش كانت الصداقات القديمة حلوة؟ رغم كل شيء، ما بحب أتذكر بهار بهديك اللحظة. ما بدي اتذكر حدا من يلي خسرتهم، حتى ما بدي اتذكر يلي بحبهم. شلون رح نخلص؟ شلون رح نطلع منها؟ هلا فورا. لك سيد كنان يا سيد رامز، هلأ خلصت اللعبة.
لوين رايح؟ مرحبا، أنا مضطر أتلك مرة تانية على ما يبدو. ممكن تقولي له عايشة قطاي لو سمحتي؟ عايشة قطاي إجت أستاذ. حاضر أستاذ، رح تنتظري شوي، تفضل يرتاحي. ما بصير هيك، مو لهالدرجة، ولا لهالدرجة. لنشوف حظنا بالآخرة شو، لنشوف إذا رب العالمين بيعفي عنا، لنشوف كيف قدامه بدنا نتهرب. منشوف. يا شريك، انت ألد أعدائي وأحبهم على قلبي. اليوم أول مرة بحمل سلاح، وهلأ أول مرة بحياتي إيدي بتجي على السناد. اليوم كل شيء كنت أملكه حرقته بإيدي. لا يزال أنت ما بترتاح أبداً، أنت ما بتتراجع أبداً، ما بتعرف الخسارة. وما بتخاف؟ اللي ما بتخاف؟ كل شي فيك كامل وما فيك ولا نقطة ضعف. الحياة الثانية ما بترجع شي يا جنكيز، ما حدا بيتخلص من ذنوبه، وما حدا رح يقدم لك فرصة تانية. فهمتها متأخر كتير، بس الحل مو انك تلاقي أجوبة تانية على نفس السؤال. طيب شو هو الحل؟ إذا أنت لقيته للحل إليها الحل. إذا بتنسأل السؤال نفسه ألف مرة، لازم يكون في عندك الجرأة لتجاوب نفس الجواب. إيه صعب، إيه وكتير مستحيل، والأحلى إذا بيخلوك تعيش ألف مرة، لازم تستغل المرة الأولى. شو هي الأولى؟ ما عم تتذكر؟ لا. شو؟ لك ما عم تتذكر؟ نحن وتحت الجسر. امتى هالشي؟ انت وانا وعايشة وعلي. ها؟ ما كان حدا رح ياخدك معه. علي ما رح يركبك باليخت، وانا وعايشة رح نروح ونتركك لحالك، وانت طلعت المسدس. ما تذكرت؟ انت من وين؟ انت بتضحي بروحك كرمالها، وبضحي كرمالك كمان. بتضحي ما هيك؟ ليش لك اخي ليش؟ ولك تركني بستين جهنم إن شاء الله. لأني بحبك يا جنكيز. ما بعرف لك أخي، أنت بتحبني ولا بدك تطالعني من المستنقع؟ ليك رح أخذ منك الفرد جنكيز. مثل ما بدك لك عمر.
انت جبتها لحالك. انت كنت هونيك؟ نعم سيدي، ولساتنا هنيك. سلاح مرة تانية بإيدك وموجه علي مرة تانية. لا، المسدس اللي علي قتل فيه الحارس بإيدك، ولابس جاكيت اللي عليه دم الحارس، وعايشة طول الوقت عم تصرخ. لساتنا بنفس المحل جنكيز. لا ما بيصير. لا صدقني، ما تغير شيء، نحن نفس الأشخاص. طلع، هاي لساتني قدامك. مرحبا يا أخي بالدم. عمر